محليك محليك جوست ان بتي مو راهو استوديو بارد للناس اللي قاعده تتفرج راهو استوديو جالس اما هو تلمو حاسسها الغنيه وعايش فيها عرق اما احنا راهو جرسانين مش قاعدين في كوشه ردوا بالكم خليني نسلم على الناس اللي تتفرج فينا على قناه التاسعه نقول لهم صبحكم بالخير ان شاء الله يا ربي وجهي مبروك عليكم على السلامه امين يا رب عزوزه الكل احنا عايشه عزوزه من بعد الموضوع بتاع عزه وكيفاش اثر فيك كوثر واسكو اثر فيك في معناتها في اختياراتك بعد للادوار والا لاما قبل خلينا نفرحوا بمهدي مهدي مصمودي جيتاريست نحبوا نعرفوا الجروب هذا او الباند هذا وقتاش عمل Bon, à la base, c'est Anna Sami, le deuxième guitariste. Mais... On a commencé le projet il y a deux ans. C'était en duo. Ratata aura duo. Dimanche, on change les membres du groupe. Mais... Martha, le bassiste, batteur, Sarah Tindid, clavier. Sarah... À la base, c'est Anna Sami. Tao Marna Lyoma Osema Haitham. Narah Dekhrijem Ikono Marna d'autres musiciens. Donc voilà, Ando Amin, le projet Melibde. قاعد ماشي ويكبر ناويين عندنا دي بروجي باش يكبروا انت من الاول ما عملتش معناتها فورماسيون ميوزيكال ولا حاجه با دو تو نو نو با دو تو بديت وحدي اوتو ديداكت شويه يوتيوب شويه يمين شويه يسار نسمع واحد يحكي على حاجه نتبعه اتسيتيرا دونك وحدي وحدي طلعت لي ميوزيسيان لي جيو سان دي جيست تجيبهم معناتها tu les invites ou الا انت هكا سي بوليتيك دو سي لو سي ان شوا انك تبدل لي ممبر علاش تبدل بون احنا عندنا معناتها جينيرالمون نقعدوا معناتها نقعدوا برشا وقت من وقتنا نلعبوا موسيقى في الوقت الفارغ دونك اشاك فوا نلقوا ميوزيسيان هكا مزيان ولا حاجه اسمع اجا جاميو معانا جاميو مع بعضنا فما واحد اخر يجي نجربوا هكا دونك فوالا احنا وكيفنا معناتها تو ديبون من السهريه اللي باش نلعبوا فيها ثاني مش كيما تمشي دون ان ريستو هكا على البيسين معناتها مش باش تهز باند كيما هكا كيما باش تمشي مثلا في ان بار اللي هو برشا عيات وكل شيء تهز معناتها كل حاجه وبلاصتها تهز معك شكون تهز جارد كور فوالا تهز معك الكيبان معناتها نسمعوا من صحاب القادات وديما نقعدوا قادتنا ندوروا موسيقى ونطلعوا حوايج جدد اتسيتيرا. مهدي حسيت كو ديما عندكم حفلات خاصه ما فماش في مهرجان ولا كايفينمون علاش؟ سي لعبنا مره في مدار كارتاج مي سيتي بريفي سي معناتها احنا اللي عملنا وحدنا وحدنا ليفينمون بون ما ما عرضتنيش حتى تو لوكازيون معناتها ما زالت ما كلمنا حد يجا يلعبوا في مهرجان واحنا ما خديناش الانيشيتيف نون بلو فهمت مازلنا قاعدين ومعناتها شوي دو ناتور بيرفيكسيونيست جو بريفير نبدا معناتها هذاك كيما لي زوركستر سيمفونيك نتاع كالقام كعبه غلطه ربي لي وقتها بوتيتر نبدا نونفيزاج لي فيستيفال اتسيتيرا. كاس تحب تسالوا حاجه؟ والله جوستومون انا نشوف انه ما عيطولوش بروبليم انه ما عيطولوش بروبليم اعلام زاد خاطر انت توا جيت توا توا باش يوليو يعيطولك ان شاء الله وان شاء الله انا نعيط لك للديوان وبعد يوليو انت صفاقسي تعيش هوني ولا في تونس ولا في صفاقس انا صفاقسي والفامي تعيش في سوسه وانا في تونس جوستومون دونك امبارح صفاقسي يعيش في فرنسا ويغني في تركيا جوستومون كان عايش في قطر كان عايش في قطر دونك معناتها غيزون دو بلوس ان شاء الله تجيب حدايا للديوان ويتعرفوا عليك صفاقسيه غاديكا وتولي تخدم خاطر فريمون انا توا انا ما نفهمش في الموسيقى الغربيه برشا مانيش مغرومه بها ياسر اكثر اغنيه سمعتها في حياتي هي ميغانا اما اللي شفته انا توا شو سيتان شو ابار العزف وكل شيء انت هكا حطوك غو بلون خمسه وخميس على خويا محلي مهدي توا الماركه اللي عطيتها لك كوثر هي من المشاكل اللي ممكن انت قاعده تواجه فيها ممكن في الحفلات اللي قاعد تمشي لهم على خاطر كيما قالت لك كوثر انا ما نفهمش ياسر في الموسيقى الغربيه اما محليك فما برشا يقولوا محليك الموسيقى الغربيه ما بربي غنينا بالعربي يا غنى سي لو بروبليم اللي قاعد يعرض فينا البارح بركه اون ايو لو ميم بروبليم وحتى الكونسير اللي قبله مثلا وصلت نبعث خاطر تلمون المشكله تتعاود نبعث على بلاي ليست اوزر رحنا جاز بلوز بوب روك رحنا فانك ما حناش عربي ليه دونك وصلت نبعثها للبلاصه اللي نلعبها سي بون قريت اللي جيو نلعبوا اوكي احنا جايين نوصلوا الغادي اخر مره وصلنا في طلعنا سور سين بدينا نلعبوا جاني مول المول قال لي اسمع ما عندكش عربي جيت في الميكرو اون برون اون بيت بوز اون روفيان بات قلت له شنو نحكي
قال لي اسمع نحب عربي وعربي، قلت له ما احناش نتاع عربي. ايبا افكتيفمون رجعنا في الاخر خلقناه العربي سير سين بالامبروفيزاسيون بال عندك هكا كلمتين تتذكرهم من عشان كملنا ساعه ساعه ونص عربي. ليه اسمع البوبليك ازون ادوري فهمت وقتها كنا نلعبوا في دي ستوندار دو جاز اللي بالرسمي ستوندار تحب لك باش تميتريزي تميتريزي لازمك شهر شهرين ستوندار دو جاز. ما عبرنا حتى حد كي جينا نلعبوا في الغناء العربي اللي هو 3 اكور اللي قلت لك طلعناه سور سين العباد وي اون ا فريمون سو بروبليم لا ريالمون معناتها الارتيست ما عادش ينجم يلعب اللي حب عليه ولا البوبليك يمبوزي عليه. اي سا سي سورتو كي يبداو دي سواري بريفي دونك اوبليجي خاطر انت ماكش في فيستيفال ناس معناتها عندك حاجه معينه باش تسمعها وتروح. دونك اذا كان باش تحب تخدم وتدبر فلوس dans tout ça انا مانيش موافقه في شيء ليه علاش اي مانيش موافقه انا ضد علاش على خاطر en fait on voit aussi qu'il y a d'autres groupes qui jouent le même style de musique ama يلعبوا جاز بالعربي معناتها جوستي بارول عرب et la compo et l'arrangement c'est du jazz. Donc نجمو على خاطر je comprends un petit peu le public jazz ماهيش موسيقى اي عبد ينجم يحبها surtout le jazz. C'est le choix que vous avez fait, vraiment c'est un choix car خاطر فوندورا وحتى بالنسبه للقوره مش اي عبد يحب الجاز راه ينجم يفهم الجاز ولا فهمت لو بلوز aussi c'est une musique اللي هكا c'est un peu spécial voilà. Donc انت تقول لي je trouve pas le public في تونس نقول لك بيه ميساج هاكا عندنا البوبليك قلت لي شيخ اوكي انت اسمع دونك حاول عربي لهم هكا شويه يجوا له الجاز نعملوا ليدوكاسيون ان بو دو بوبليك مي تخي سوبر اسي دو فيغ باغ اكزومبل اون ا سورتي اون فيرسيون دو شيب اوف يو هي معروفه جازي غنيناها عملنا تيست غنيناها المره الاولانيه جاز فيرسيون وبعد الثانيه نورمال فهمت اي با البوبليك شيخ على واحد البوبليك شي حد يحب الفراب ريجي مستانسين بالريجي يحب تو سكي راب يحب فهمت معناتها ما فماش هذاك معناتها ما لقيت مثلا حتى نبدا في كرابتي يبدا بحذايا اصحابي حاط الجاز في الكرابه ولا تبدل علينا تبدل علينا حاط انا جاستن بيبر واحد سي فرونشمون سي ديليكات مي سا لا شامبالو جاستن بيبر تشبي شامبالو لا 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 مهدي توا انت ما قريتش موسيقى اما وليت تقري في الموسيقى كيفاش والله حتى انا بدات فيها راه الحكايه انت بدات فيها انا قاري فينونس معناتها في الكونتابيليتي واحد جيستيون مانجمنت دي راس اما عندي كاركو في الموسيقى شنو هي الحكايه فما ان كونسيرفاتوار ايزون اي ان بتي بروبليم افيك ان اليف سي اون ايكول بريفي ايزون اي ان بروبليم افيك ان سول اليف كلموني خاطر يعرفوني بالي واسع مع الصغار. باهي برشا. دخلت واسع مع بالي بون عمل فيها ضربني وطيش عليه كرسي عمره 6 سنين عملهم لي كله المهم دخلت من يقارب نص ساعه جي يو السوايع كل تو معناتها بعد عامين وليت شوي لو ديريكتور دو ليكول. ابخي دو زون بون لقاني معناتها على فوا شوي دون الدومين le domaine d'art. Finance. Ah, voilà, en management, plus, j'ai fait le théâtre, j'ai fait mon gaillet, belgdé. Mm-hmm. Donc, j'ai fait les disciplines qui sont radicales ou à la fois j'ai gestion ou finance. Donc, ah, vous êtes le moudir, tu sais. Oui, le directeur de l'école. Je suis le moudir, 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 Donc voilà, gère-la comme tu veux, arme les litres, حسبني خلام واو سي بيان بي واللي سايبوا لك وليداتهم معاك في الباند هذه شنو واش تعملوا لهم؟ شو سمعهم اللي سايبوا لك وليدهم في الباند بمين؟ في الباند معناتها الجروب اللي معاك الاولاد اللي معاك اسكو قاعدين فما هدف تحبوا توصلوا له ولا والله فما نشوف عندي دي جروب نشوف فيهم في تونس اللي هما بالرسمي يلعبوا يسوسون امبوزي بموزيكتهم وبداوا ميم يخرجوا في تيرويتهم منهم مهدي خماخم سلم علي ديجا برشا برشا مهدي خماخم صحح راسه كي دخل بالكولتور روك في تونس قالوا له لا صحح راسه قد 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 توا كي يمشي يلعب في اي سواغي تتسكر هذاك شنو لم الكوميونيتي نتاع الروك ان شاء الله لم الكوميونيتي نتاع الجاز ولا الكوميونيتي نتاع البوس وبالافيك قاد زاد خرجت كيلكو كومبو بون زيلو حاجه نتاعك انت معناها هاي كومبويتي انا بون كومبويتي ما عرفتش يكونوا جاز كومبويتي سي بلوتو دو سلو روك فهمت بون انا كي بديت موزيكا بديت مع روك دونك فوالا كومبويتي سلو
rock, quoi, tout ce qui est rock psychédélique. J'ai été vraiment influencé par Pink Floyd. Mm-hmm. J'adore le style de Pink Floyd. Ou bah peu à peu, je vise à qui m'a conté au les festivals ou Inch'Allah. Inch'Allah. Mais ça va longtemps, non, c'est normal. وانا نوعدكم في اخر الميسيون تسمعوا حاجه اخرى من عند مهدي المصمودي وتخوب بامي. احنا توا نمشوا الروبورتاج الخاص بتوب 5 ونرجعوا.